سلام البنات خوتي، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. غنشارك معكم روتيني المسائي، يعني الروينه اللي كتبقى من بعد الغداء. المهم هنا البنات من بعد ما تغدينا والتحيت واحد الشويه، والمهم نطنات قريبا كان قريبه كيأذن العصر. المهم دخلت الكوزينه خوتي وبديت كنجمع وقلت نصور ونشارك معكم ويعني ونحفزكم حتى انت اختي الا عندك شي مويله تغسلو ولا شي حاجه نوضي يجي معايا الكوزينه نغسلو ونتوانسو. المهم مرحبا بكم خوتي اللي مازال ما مشتركش في القناه، يعني كيطلع لي هذا الفيديو اول مره، مرحبا بكم. دخلوا ديروا فعلوا زر الجرس باش توصلوا بالفيديوهات الجديده، ومرحبا بكم والف مرحبا. المهم انا خوتي بعد ما تغديت ارتحيت واحد شويه كيف ما قلت لكم، ما تنشوف هاد الروينه الماعن. المهم الماعن كيتجمعوا واخا تنعيا نغسل ونرجع والو، الماعن كيتجمعوا. المهم هنا بديت بالكيسان هما الاولين، صبقتهم باش ما يتهرسوش ودزت هنا للطبيصلات. المهم الكيسان البنات ديال الضياف راه كاملين مغسولين هادوك، وغادي ندير لهم واحد الشوقيه وغادي نجمعهم نحيدهم، وخليت غير هادو اللي كنستعملو يعني يوميا، يعني الفطور والكاسكروط وهذا. المهم هما اللي كاينين. المهم ديك الرجله اللي طيبت البنات عجبتني بزاف، عرفتو جات بنينه جات واعره، كنتمنى تجربوها البنات انتوما وطيبوا الرجله، راه كتجي زوينه بزاف يعني صحيه احسن من يعني كل نهار الدجاج واللحم، الواحد كيبدل شويه. المهم انا فاش مشيت البنات ما كنتش ولا الصراحه نتقداها، وسبحان الله بانت ليا هي وديك اللوبيا ديال واحد اللوبيا كريني لوبيا، وهي كتكون هكا في وسط القشره حتى هي بانت ليا عند العيالات منقيه ناضيه. المهم تنديرها مره اخرى. المهم داكشي علاش خليت غير الرجله. المهم جات كتحمق، جات زوينه وبنينه. المهم كليت فيها خوتي وما شهيتكم، نتمنى تجربوها. والمهم هضرت مع الوالده في العشيه شحال وانا تنهضر انا وياها في التليفون. المهم قلت لها طيبت الرجله، قالت لي لا، قالت لي انا كنديرها في الكسكاس كتفور. قلت لها انا ما فورت مع جوج، قلت لها انا درتها في الكوكوت. قلت لها نوضي تنتي ديريها في الكوكوت وصافي وجمعي كلشي في الكوكوت وسدي، ما بقاوش حنايا عاد داير في الكسكاس وعاد جيب هنا وهنا وهنا. ايوا المهم فوجت عليا الوالده شويه، جمعنا شويه في العشيه انا وياها وبدلت شويه البوراد معاها. المهم ربي يخليكم ليا اخوتي وخواتاتي. المهم مشاركت معكم اخوتي من بعد بعد الغداء. المهم هنايا الموينات غادي تغسلوا، البوطاجي غادي يتحك وغادي يتمسح، وراكم عارفين خوتي النهار اللي كتكون يعني الحوت يعني ضروري انا كنكون شاريه جافي اللي يكون عندي قبل. المهم هذوك الموينات اللي كان اللي كنكون طيبت اللي استعملت زعما بحال هكا البوينيوات داكشي، كندير واحد النقيطه ديال الجافيل باش ما كتبقاش ديك ريحه الحوت، وحتى الديشيه البنات كنتخلص منه يعني كنحاول يعني على الفور نتخلص منه، حيت الا مشى حتى خبيته الحوت في الدار راه كيعطي واحد الريحه خايبه للدار. المهم انا خوتي كان الديشي ما كنخليهش عندي نهار اللي كان نهار كنطيب الحوت يعني كنتخلص منه في اقرب وقت، وهذا ما كان. المهم هاد الشبيكه انا معلقه هكا فوق راسي، المهم لتحت كتهز ليا بحال هكا الكيسان، وفوق منها جات واحد الصفيف كندير فيه الطباصل. ما بالنسبه للطناجر داكشي راه ما كتهزش، بالنسبه اللي باغي عادي يشريها راه كتهز غير الكيسان كتجي زوينه والطباصلات فقط. ولكن انا راه مرة تنعلق فيها البانيوات تنعلق فيها دي ما عندي مشارجيه. المهم كتهني وصافي، كنت خديتها ب100 درهم. المهم بحال هكا كتجي، كانوا بانوا لي شي شبيكات في بين في الكحل تقريبا بحال هكا، هما ما تيتعلقوش. كنت غادي نبدل هادي عاوتاني، قالت لي بنتي بلا ما تضيعي هادي عاد واخداها خلي غير هادي حسن. المهم هنا دزت حيت ديك العيبه ديال البوطاغاز عاوتاني، هذا عاد كنت خديته من بيم هاد مسيوبي. المهم بانوا لي بزاف ديال لي برودوي في بيم. ايوا المهم خديت غير هذا البنات هو اللي عندي معتمد كنستعملو البوطاغاز، وبان ليا واحد سميتو ABC حتى هو كيديروه لافابوات. المهم الا خرجت نقدر نتقداه، هو واحد الخل بان ليا عندهم واحد الخل عرفتو قرعه قدا قداش مكتوب فيها للتنظيف، يقدر واقيلا هذاك اللي كيتمسح به الثلاجات وداكشي. المهم لمشيت ان شاء الله مره اخرى البيم ناخذ هذوك لي برودوي اللي شفت زوينين كلشي تيشكرهم. المهم استعملت انا مسيوبي حكيت هاد البوطه وحداقيت يا لاله حداقيت،
وشريت واحد سميتو الموبيل ديال الحشرات، عرفتي خديت داك الحجم الكبير كاع. المهم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله نوريه لكم. مع دابا سخن الحال عرفتو كنحل الشراجم تيدخل الدبان الناموس وكتبغي تكاين يبرصتك. المهم جد ليه داك المبيد الحشرات، جد داك الحجم الكبير. المهم هنا فاش كنبغي بحال هكا نخرج كنرشش داك المبيد الحشرات لا في الكوزينه ولا في الصاله في كل شيء باش ما يبقاش عندنا الناموس. عاوتاني الناموس راه مشكله، تصبحي في الصباح مقروصه. المهم راه شريت ليه داك المبيد تهنيت، المهم خديت ليه انا بايكون هو اللي صراحه زوين. كاين بزاف ديال المبيدات، كاين شي مبيدات والو لا علاقه غير ريحه وصافي معطر. المهم انا خديت اخوتي بايكون هو اللي كنستعمل، جبت الحجم الكبير كاع. المهم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوه. المهم حكيت هاد الجنيبات هادو، حكيت انا المهم انا اختكم دايره جافيل وما درت لا اللي قالت لا والو، قلبت على اللي قالت لقيت غير وحده. وحده وديال الليصر ماشي تا ديال الليمل. المهم قضيت غير هكايا، واخا يديت كرفصوليه شويه. المهم نقيت هاد الحاله هادي من بعد الغدا، نقيت مزيان البوطاجي. ايوا والمهم نتمنى ديروا لي شي لايكات، تهلاو فيا باللايكات، تهلاو فيا بالتعاليق الزوينه، وربي يخليكم ليا اخوتي وخواتاتي. ايوا هانتوما معايا في الجميع ديال الكوزينه. المهم هاد الميكه هادي حتى هي طويتها على جوج، معكم دايره على واحد بانت ليا ما جات مقده قداش. المهم هنا حتى هي درت لها جافيل وطويتها هكا على جوج. المهم هاد المويكه كنت خديتها من كارفور في سيدي قاسم، صدقات زويونه كيعجبني الديكور ديالها كيفتح النفس. المهم انا طويتها على جوج صافي، كنعلي له بكراسه تنضربو حكا هكا الارض، نقي واختي الدنيا باش عرفتو كتبقى ديك الريحه زوينه ديال جافيل. المهم اختي تنتيا تحفزي. المهم انا شحال هادي قبل ما ندير القناه كنت كنتفرج بحال هاد الفيديوهات ديال التنظيف، والله الا بعد الساعات ما تيكون فيا ما يدير والو. ومي كنتفرج البنات كنقوليو فيا 10 تنوض وتنتحفز وتنقي ومتخلي ما ندير. ايوا المهم داكشي الا شاركت معكم اخوتي هاد الفيديو تقدر تكون شي، انا راه عارفاكم كاملين حادقات. المهم تقدر شي وحده تكون معجزه بحالي تشوف الفيديو وتحفز وتنوض تجمع الوقفه. المهم ربي يخليكم ليا اخوتي، والله لا تنضحك معاكم. المهم شاركت معكم اخوتي هادشي يعني من القلب، نتمنى ما تنساونيش من اللايكات ديالكم. والمهم هذه النتيجه اخوتي، النتيجه الصراحه راه كدوز عاوتاني واحد اللحظات كنطيب عاوتاني كتولي كيف ما كانت. المهم نقينا شويه وهذا ما كان. المهم هكا جات الكوزينه من بعد ما حكيت الارض مزيان ونشفت. وخاتكم انايا عندي داك القادوس ديال الكوزينه راه ما تيدوش الماء، والله الا راه داك الماء كامل راه جمعته بيدي. المهم تندير ثاني شي وقيت ونشوفو شي معلم مزيان ويجي يشوف شنو واقع تما، كاينه القادوس راه ما تيدوش الماء. المهم انا سميتو كنت كندق قبيله مع بنتي، قالت لي قريب قالت لي بيعيها انت كاع وتهناي، ما عندك ما ديري بهذا الشيء حتى حاجه ما هي هذيك. المهم هنا صافي انا قربت العشيه من بعد ما جمعت الكوزينه وصافي وقلت ندير شي كنت غنعمر اتاي. ايوا وعاوتاني بان لي الحليب معرم في الثلاجه، عرفتوا شنو كيبغيو لي اتاي. ايوا قلت لهم والو غندير لكم شي قهوه هاد العشيه ونجلسوا نطلعوا شويه نجلسوا فوق في السطح. المهم صافي درت سميتو درت واحد الكويس ديال القهوه، خديت هاد الفرماج اللي كنت خديت من بيمه البنات هو راه تنشاركو معكم اخوتي، راه غير جربوه راه واعر. المهم انا راه وراتو لاختي، انا خديته ب 53 درهم. المهم انا تنعطيهم غير القياس، اما لينا راه ما نعاودش ليكم راه لا عرفتو مين شافت هاد الطاس وهي غادا جايه للثلاجه. المهم هانتوما اخوتي انا كندير على القياس باش يدوز لنا شويه. وصافي درت لنا شويه الكوفيتير، كانت عندي شويه الحريشه صافي وهنا كنوجد. المهم جمعت كلشي في الصوينيه ديالي وصافي وغادي نطلع الفوق نجلسو شويه بدلو شويه الحيوطه. المهم هانتوما معايا اخوتي، كنتمنى هاد الفيديو نال الاعجابات ديالكم، كنتمنى تخليو ليا تعاليق زوينه تقولوا ليا كيف جاكم الفيديو، واش كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات هادو ديال التحفيز يعني. المهم تنسلم عليكم كاملين اسم باسم، واللي ما مشتركش مرحبا بكم دخلوا عندي اخوتي مرحبا بكم. اشتركوا في القناه وباش توصلوا بالجديد. المهم هنا كنت ساليت البنات جمعت كوزينتي وصافي. المهم هنا
كنتسنى غير الحليب يفيض، وهنا البنات الحليب فاض ليا، مع تليت مع لافا بوكس كنحك فيه الحليب فاض ليا. ايوا المهم معليش، انا خواتي راه كنشارك معكم اي حاجه، المهم ان الحريشه سخنتها في هذه ديال البانيني تتنفع. المهم الحريشه اللي كانت عندي ديال الصباح يعني ما ضربش زعما شي تماره ولا شي حاجه في العشيه، المهم هادشي اللي عندي قضيت بيه وصافي. المهم حصلت النتيجه زوينه والكوزينات نقات، وهنا خوتي طلعت لفوق السطح. هنا كنت ناويه يعني نخرج يعني نتمشى شويه، المهم داكشاش ما طلعش زعما شي فراش ولا شي حاجه الفوق. المهم اكتفيت غير بهذا بسيط، فريش بسيط فرشته وجلست شي شويه هنايا يعني. المهم بدل شويه الحيوط. المهم هنا راه غير كنطلع البنات لينا كتبعني، وشوفوا لابسه ليا الصنداله ديالي طالون واحد المشاغيبه والتنقاز، انا راه تنخاف عليها حيت دابا هنا راه طروازيام ميطاج، وشتوها كيفاش كتشعبط في الحيوط، عرفتو كنخاف عليها ديما فاش كنشوفها كدير ديك اللعيبات هكا كتنغوت عليها. المهم هنا راني دابا حداها حاضياها تحماق على تطلع فوق الحيوط. المهم انايا مع البارح كنا سيقنا، صبحات الدنيا نقيقيه، وهنا غادي نشرب هاد القهوه وغادي نجمع الحويجات ديالي اللي نشرت في الصباح راه نشفو. ايوا صافي وغادي نهبط في حالاتي. وهنا اول ما كبيت الكاس القهوه يا البنات هو يتفرج عليا الكاس، المهم بغيت نمسح ديك اللقطه خليتها شاركتها مع خواتاتي، وعاد عاوتاني خوات ليا لينا داك الكاس حيداتو اللي تهرس، وجبنا كاس اخر وقادينا. المهم انا عندي الماء في السطح، وجلسنا وضحكنا ونشطنا وبدلنا الاجواء هكا. المهم خوتي راه هكا دوزت النهار ديالي، والحمد لله انا راه بخير وعلى خير، كنسلم عليكم كاملين. والله والله الا كنحس براسي مزيان دابا الحمد لله، ماشي بحال داك الروتين اللي كنت كاسلت وما صورت والو. المهم انا دابا راني بخير الحمد لله، يخليكم ليا ونلقاكم في فيديو ان شاء الله قريب. يلا باي باي عليكم.